مع تواصل هجمات جيش الاحتلال الجوية والبرية على قطاع غزة دون انقطاع منذ أشهر، ومع تشديد الحصار الخانق، فشلت جهود إيصال المساعدات الإنسانية بما يكفي للمدنيين الفلسطينيين في مناطق شمالي القطاع، وخيم شبح الجوع على مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، حيث باتوا يتضورون جوعا ويحاولون سد رمق أطفالهم من خلال استخدام ما بقي بين أيديهم من علف الحيوانات. مش عندنا أكل بالمرة، مش عندنا طحية، حتى حبة فيها مش عندنا، غير بيجيب الشعير وبيجيب ذرة من تبعة الدواب وبنطحنها من فوق بعض. شايف كيف نعمل لها خبز؟ ومش نعمل خبز قاسي، تخبزها من هان بعد نصادع كلها قريشتها كلها قاسي، يعني الاختيار كبير زينا بالسن مالوش سنان الدرجة كلها، غير ببوشها بمية، والمية هذه مش مية نظيفة، المية تبعت البيار تطلع من البيار مش نقية. ظروف معيشية صعبة يعيشها النازحون في جباليا شمالي قطاع غزة، حيث يقيم مئات النازحين في إحدى مدارس الأونروا الآيلة للسقوط إثر عدوان الاحتلال على مخيم جباليا. هنا يكافح النازحون الفلسطينيون من أجل البقاء على قيد الحياة بين أنقاض المدرسة. وكما ترون الناس النازحين المتهلكين من الجوع أصلا، نحن مضى علينا 3 أشهر أو أكثر ونحن في حالة لا يوجد جوع، لا يوجد أكل ولا مية ولا كهرباء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا أي حاجة من أنواع الحياة توجد لدينا في المدرسة دي. أنا كمريض سرطان لا يوجد لي علاج. مظاهر الجوع الشديد تبدو واضحة على وجوه وأجساد النازحين الذين يتزاحمون أمام تكية مخيم جباليا للحصول على وجبات طعام مجانا. ما انت شايف كيف المدارس؟ مش مدرسة، خرابة. طبعا احنا وين عايشين طبعا، وشايف زي ما انت شايف الناس ايش بتوك القاعدة، مش خبز هذا، هي انا واقفة عندهم هم بيخبزوا، هذا شعير وقمح، شعير وذرة، هذا الله يعزك للحمير بنحط يعني. ويطارد شبح المجاعة النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، والذين يتدفقون على المنطقة بالآلاف يوميا في ظل استمرار العدوان على المنطقة الوسطى من القطاع. وفي مقابل ذلك يتزايد النقص في أبسط ضروريات الحياة، فلا يجد هؤلاء وبينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى ما يسد رمقهم.